إن شاء الله ألف مبروك يا مدام، وريتك هيك ريتك تلبسيهم بالهنا والسرور وتصيري زبونة المحل على طول. مرسي كتير مسيو دانيال، مالنا غنى عنك، بس يعني فيني أسألك سؤال لو سمحت؟ ولو يا مدام تفضلي اسألي، المحل كله تحت أمرك. يا ترى إذا أنا حبيت يعني بيوم الأيام إنه هالقطعة اللي اشتريتها من عندك بيعها، أو مثلاً يعني مثلاً ها إذا بدي بدلها، أو يعني افرض مثلاً يعني ها إذا. يا ستي المحل كله رهن إشارتك، سواء حبيتي تبيعي أو تبدلي أو تصلحي أو لا سمح الله ترهني، يعني باختصار نحن بهمنا راحة الزباين أولاً وأخيراً، لذلك أسلوب تعاملنا معكم غير محدود. يعني المسألة ما فيها إزعاج أبداً؟ على الإطلاق يا مدام، على الإطلاق، بالعكس تماماً، يعني طالما هالصيغة طالعة من محلنا فنحن مجبورين فيها طول العمر، هذا طبعاً بالإضافة للجارانتي يلي بتقدري تستعمليه للتصليح لمدة 5 سنين فري. بتعرف ليش عم بسألك هالسؤال مسيو دانيال؟ لا والله ما بعرف ليش يا ترى؟ لأني بصراحة أنا كتير بحب بدل وغير، ويا من تراني أبداً كل الوقت لحق الموضة. إيه طبعاً مدام، هذا حقك الطبيعي ولازم تلحق الموضة، ما أحلاكي مالك لحقتيها. يعني شو بينقصك مدام؟ يعني عدم المؤاخذة حضرتك ست صبية وحلوة ودمك خفيف وبيلبق لك شكل ألماس دروب دروب. مرسي كتير مسيو دانيال، هاي عيونك الحلوة. الله يخليك، يا أهلا وسهلا مدام. يلا باي باي. باي باي، مع السلامة. بونجور مسيو دانيال. بونجور مدام، أهلا وسهلا ومرحبا. كيف الصحة؟ الحمد لله مدام، بخير وسلامة. الحقيقة أنا سمعت عنك كتير وعن محلك وعن معاملتك الحلوة للزبائن. الله يعزك يا مدام، وإن شاء الله نكون دائما عند حسن الظن. مثل ما عم بقلك أنا ما عم بجاملك، أصلا أنا ما بحب المجاملة، كل اللي بيعرفوني بيحبوا هالطبع فيني. أنا طبع؟ طبع الصراحة، يعني مثلا أنا ماني مضطرة أقله للقرد يسلم لي هالوش حلو بدافع المجاملة والمسايرة. ماني مضطرة منوب. فعلا مدام، مالك مضطرة منوب. مثل ما عم بقلك في ناس هيك بيعملوا. فعلا يا مدام، كتير من الناس هيك بيعملوا. عدم المؤاخذة، ليش ساكتة؟ ليش قاعدة؟ ليش واقفة؟ تفضلي تفضلي مدام، تفضلي. يا أهلا وسهلا مرحبا. أهلا وسهلا، شو بتحبي تشربي؟ بارد ولا سخن؟ قهوة سادة، بس لو سمحت تقيلة كتير. إيه على عيني وراسي يا جركس. نعم مسيو دانيال. قهوة بلا بن. على عيني. بلا سكر. بلا تقيلة يعني. أوكي مسيو دانيال. مو بإيدي، بحب القهوة مجبولة جبل مثل الطين. هالعادة عندي إياها من زمان. بالظاهر بتدخني مو هيك؟ لا أنا ما بدخن. يا عيني عليكي، لأنه ما في أبشع وما في ألعن من منظر الست وبإيدها سيجارة. بس أنا بحب الأرجيلة كتير. الأرجيلة؟ ليش لا يا مدام؟ ليش لا؟ لأنه شو ناقصك يعني؟ عليم الله، منظر الأرجيلة بتم ست جميلة بيطير العقل. مين هي جميلة؟ ما بعرفها. قصدي بتم ست حلوة، أي ست لا على التعيين. لا وصايرة الأرجيلة موضة بهالأيام. بتلاقي صبية صغيرة لسه ما فقست البيضة عنا وداحشتلك بتمها بربيش الأرجيلة وعم تنفخ. يعني لما كنت صغير كنت اتزاول من جدي لأنه بيشرب أرجيلة، وكنت اهرب منه سفر سنة لما يبوسني بالعيد بده يعطيني عيدية اهرب منه ريحته دخان. بيجوز، بس جدك كان يشرب معسل؟ لا والله يا مدام، جدي كان يشرب تنباك عجمي ولاد آني. لا تأخذني بهالكلمة، هدول ريحتهم مثل بعر الجمال. قلتك بعر الجمال. مثل ما عم بقلك أنا صريحة كتير. ما في أحلى من الصراحة يا مدام. المهم مسيو دانيال. مري مدام. أنا لسه ما عرفتك بحالي. ولو فيك الخير والبركة. أنا مدام إنصاف طرمخاني، سورية من الشام وساكنة باللاذقية. والسبعة عام يا مدام طرمخاني. مثل ما عم بقلك أنا ساكنة باللاذقية من زمان، وسكنة اللاذقية إلى سبب عندي. أكيد جوزك بيشتغل هنيك. لا أنا مالي متجوزة، لأني بكل بساطة يعني ما بدي أجيب الدبلة كرمي. ولا أنت شو رأيك؟ الحق بإيدك مدام، مظبوط، تضرب الدبب وعيشتها. أنا سكنت باللاذقية مشان هوا البحر،
يعني صابتني علة والدكاترة وصفوا لي هوا البحر. حلو هوا البحر، حلو، ما في اعتراض ابدا. هو صحيح دبق بالصيف ورطوبته بتعشش بالعظام، بس منظره عند الغروب بيخلي الواحد ينسى همه. يسلموا هديات يا شركاس. تفضلي مدام. ميرسي كثير. اهلا مدام طرمخاني. ايه من اول سيدي. تفضلي مدام. انا الحقيقه مو جاي اشتري من عندك لا ذهب ولا الماس، لانه الحقيقه وانا مو ناقصني شيء منه، وعندي صيغه طامرتني طمر. ولو سلامه خيرك مدام. مثل ما عم بقول لك، انا الهدف من زيارتي لك هو التالي. تفضلي مدام. شايف هالحجر هاد؟ نعم شايفه. بدي اياك تبيع لي اياه بسعر مناسب، وإلك اكراميه محرزه. ممكن اشوفه لو سمحتي؟ تفضل. ولي شو هاد؟ حجر شو هاد؟ ولو مسيو دانيال، حجر شو بده يكون يعني؟ حجر شطرنج؟ مو عيب وانت اكبر صاير بالبلد تسالني هالسؤال؟ صحيح، بس صدقيني يا مدام ما مر علي مثله. كسمه غريب شوي، شو هاد؟ شو هاد؟ شو؟ شو نوعه يا ترى؟ ولو مسيو دانيال، وين خبرتك؟ هو الحقيقة مو مبين له نوع، ولا حتى عليه القيمة يعني، عدم المؤاخذة. لا، هيك رح أزعل منك. ما بدي أزعل المسألة يا خانو. على كل حال استني شوي حتى أفحص لك يا، ومثل ما بيقولوا عن جرن الحمام بتبين القرعة من أم الشعر. والله يا مدام هالحجر هاد ماله جنس القيمة منه، يعني على هوا لونه وشكله لا هو جاد ولا هو توباز ولا فيروز ولا عائق ولا زبرجد ولا مرجان. بقى منين جايبتي حضرتك مدام طرمخاني هالحجر اللي مو معبي عينك؟ جاييني هدية من مرت المليونير الأفريقي مكاو زنزيري، لما كان جوزي الله يرحمه يشتغل بأفريقيا، ومثل ما بتعرف أفريقيا بيت الألماس، أشهر المناجم موجودة فيها. شو الحكي هاد طرمخاني؟ مدام طرمخاني؟ هلأ الحجر التعيس هاد ألماس طرمخاني؟ طبعاً مسيو دانيال، هذا مع احترامي لخبرتك اسمه الألماس الأسود بلاك دايموند. عدد القطع الموجود منه بالعالم كتير قليل. في واحد أكبر من هذا الحجر، هذا مكاو زنزيري لإليزابيث تايلور، وواحد تاني أصغر من هذا بشوي، هذا لأما لبرتني سبيرز لأن أنتجت لبنتها أول جولدن كومباكت ديسك وقت حضر الاحتفال مايكل جاكسون، جون ألتون، جورج مايكل، ويتني هيوستون. شو بالظاهر ما سمعت أنت بالاحتفال؟ لا والله يا مدام. بس ما بيصير هيك يا مسيو دانيال، شو وين عايش أنت؟ شايفة يا مدام، شايفة؟ شايفة شو عم يروح علينا؟ بس شو بدنا نساوي؟ يعني نحنا يا دوب نلحق السوق والصندوق مدام طرمخاني. المهم هلأ يعني فيني أعتمد عليك بهالشغلة؟ أنا شغلي؟ شغلة بيع حجر الألماس؟ لسه بتقلي حجر الألماس. صدقيني يا مدام هالحجر هاد ماله جنس القيمة، وهالحكي أنا ما عم قوله اعتباطا، عم قوله بناء على خبرة طويلة وتجربة عريضة. ولا تأخذيني، أنا مقلي أسناني بهالشغلة. طيب قديش حطيت له سعر هذا؟ أنت شو بتحط له سعر؟ والله إذا غلي سوقه، غلي سوقه يعني يا دوب يجيب 500 ليرة. شو عم تمزح معي ولا عم تخفف دمك؟ لا والله مدام طرمخاني ما عم بمزح منه، بالعكس عم بحكي بمنتهى الجد. يعني إذا تقال وراغب أي يعني يا دوب يجيب السعر. لا حبيبي، روح اشتري بالخمسمية تبعك بذر وقضامي وفصفصهم على مهلك. والله شي بيحير. طيب قديش لازم نطلب فيه برأيك؟ 3 ملايين. شو عم تقولي مدام طرمخاني؟ 3 ملايين شو؟ مثل ما عم بقلك، 3 ملايين ليرة عدا ونقدا. يعني إذا إجاك 3 ملايين إلا 500 ليرة أوعك تبيع. والله هي قصة بصيرة. الله وكيلك النهاري كوميدي من أوله. هلا لا تخليني أزعل منك، أنا ماني جاي أتمسخر وتسكع. حبيت إنك تتعاون معي أهلا وسهلا، ما حبيت وداعا للقاء بعده، وصلى الله وبارك. طيب ولا يهمك مدام، وارجوك لا تاخذيني ولا تزعلي مني، وباذن الله ما راح تطلعي من هالمحل
إلا وأنت رضيانة. إيه هيك ها؟ هيك بيحكوا الأوادم. على كل حال يا مسيو دانيال، أنت عرض لي حجر الألماس عندك بالواجهة وطلب فيه المبلغ اللي قلت لك عليه. 3 ملايين ليرة؟ إيه نعم، ولك مني إذا انباع 10% من حقه حلال زلال وصحتين على قلبك، وإذا ما انباع بترجع لي، وما رح أنسى معروفك طول عمري. منيح هيك؟ خسران شي أنت من جيبتك؟ لا والله يا مدام، مالي خسران شي، شو بدي أخسر يعني؟ حلو كتير، معناها اتفقنا. تكرم عينك، اتفقنا. بس وينك مسيو دانيال؟ أقل من 3 ملايين أوعك تبيعه، أنا هذا شرطي الوحيد. طيب مثل ما بتريدي مدام طرمخاني، هذا مالك وملكك الخاص وانت حرة فيه. وبترجاك تدقلي تليفون على اللادية إذا اجتمعت بزبون راكب، ولا قلك بعت لي فاكس، لأنه أنا شطاطة كتير وحوصاتي كتار، لما برجع على البيت بقرأ الفاكس تبعك. عندك فاكس بالمحل؟ ولو طبعا عندي. عظيم كتير، لكن هي رقم الفاكس تبعي. يلا خليني أنا أمشي، ما بحب سافر بالليل، بحب سافر على ضوء. بدك شيء مسيو دانيال؟ على اللادية رايحة؟ ايه مهون ان شاء الله، الله معك. أرفوار. مع السلامة، سوقي على مهلك مدام، الله يحرسك، تصلي بالسلامة ان شاء الله. مثل ما عم قلك يا زهر، ما كان يقتنع ولا بأي شكل، بس بعدين قبل هو عم بيضحك ويلعب. يعني رح يبيع لك الحجر؟ ب3 ملايين ليرة، ما بينقص ولا قرش. طيب ومين حط له السعر العالي هذا؟ شوف أنا زهرة، أنا. ومين هالزبون أحمى القلب اللي بده يدفع هيك مبلغ؟ ولو أنتي. أنا؟ طبعاً أنتي ما حتدفعي ولا قرش، بس رح تفوتي لعنده على هالمحل ورح يطير عقلك بهالألماس السودة. تعرفي إني ما فهمت عليكي ولا حرف؟ ولا يهمك، أنا رح فهمك كل شيء. بونجور مسيو دانيال. اهلا وسهلا. بونجور مدام، يا صباح الفل والياسمين. كيفك؟ شلون الصحة؟ والله الحمد لله، وانت شلونك؟ والله انا يا دانيال كتير مالي وضايق اخلاقي. ليه لا سمح الله. يا اخي ما في شي جديد بهالسوق، يعني الجوهرجية كلياتهم عم بيقلدوا بعضهم، وبمجرد ما شي صايغ طلع بموديل حلو، تاني يوم بتلاقيهم كلياتهم ركضوا يقلدوا نفس الموديل، وبينطلس هيك بين الناس طلس. الحق بإيدك، هذا اللي عم بيصير، بس محلاتنا ما بتقلد حدا يا مدام، والقطعة اللي بنشتغلها ما بنشتغل وحدة تانية مثلها أبداً، حفاظاً على الخصوصية. ولهالسبب جاي أشوف، يا ترى منزل شي جديد ولا لساتك على قديمك؟ ولو يا مدام، معقول يعني؟ أنا عندي كل رأس شهر تشكيلة جديدة وكوليكشن جديد بضاهي المصنوعات الفرنسية والإيطالية. مثل شو يعني؟ ممكن تورجيني؟ إيه على عيوني، تفضلي. بس يا ترى في شيء محدد بذهني؟ لا ابدا، بس يعني بدي هيك شيء قطعه اوريجينال صرعه، يعني كيف بدي اقول لك، قطعه نفيسه هيك ما حدا عنده مثلها. على عيوني وراسي، بس ممكن تنوريني من ناحيه السعر؟ ولا يهمك ابدا، انا مالي حاطه سقف ابدا، يعني مثل ما بتعرف البضاعه الحلوه بتحرس ثمنها. على عيني وراسي ولو. تفضلي مدام، شوفي مثلا هالمساطير. لا مسيو دانيال، لا عندي كتير من هالنوازج، انا ما بحب هيك شيء. لا شو بتريدي يا مدام؟ الحقيقة انا احترت شويها. والله انا محتارة كمان، بس تعريف فرجيني هالحجر الاسود لو سمحت. هالحجر؟ ايه يا رب يكون مثل اللي ببالي. ورجيني يا ايه على عيني وراسي، تكرم عيونك. تفضلي مدام، وهي الحجر. يا سلام يا دانيال، شو انك حربوق وبتعرف تتسوق. لكن من لك هالالماس السوداء؟ هلا هي الماسه مو هيك؟ طبعا الماسه، لكن نحاسه ولا شو؟ شايفني جذبه ما بفهم يعني الارنب من الجردون؟ لا العفو مدام. شو هاد؟ سلامتك معشومه. لكن شو معنات حكيك؟ ولا شي مدام، ولا شي، قطعوا لحش الله وكيلك. اسمعي بسطحي، قال له الحمار نفخ نار، قال له ما احترق لسانه، قال له اسمع وسطح. هلا ما قلت لي من لك الالماس الحلوه يا درسان؟ عجبتك مو هيك؟ طبعا عجبتني، بتطير العقل. هي بدها ناس تفهم فيها دانيال، مو ناس هيك هات ايدك ولحقني.
الله وكيلك صار لها منحوشة عندي بالواجهة. هلأ بدي أفهم شلون بتعرض هيك قطعة عندك بالفيترين؟ حدا بيعمل عملتك هي يا دانيال؟ قلت لحالي إذا قديش سعرها؟ الحقيقة غالية شوي. أكيد بدها تكون غالية دانيال لأنه هي قطعة نفيسة ونادرة، أكيد هي من مناجم أفريقيا. شو عرفي؟ لك لا يا دانيال حاجة بتزعلني هلا منك، حاجة ترميني بحجارك بقى. هالألماسة هي بعرف ما حدا عم بيقرب عليها لأنه كتير غالية، ما هي بدها تقلي؟ مزبوط 100% مدام. قلي قديش سعرها بقى نفخت قلبي. يا ستي هي سعرها 3 ملايين ليرة. لا لا هيك كتير دانيال، يعني صحيح القطعة كتير نفيسة وما لها بديل، بس هذا مو معناته إنك تستوطي حيطي وتشرف شلف. صدقيني يا مدام ما عم بشلف، بس هالألماسة بالذات سعرها محدد ومرابح من وراها ما في. شوف دانيال، أنا أكتر من 2,400,000 ما رح أدفع لك، بقى لا تطول ولا تقصر، الألماسة عجبتني وبدي أخذها، يلا. هو الأحب على قلبي، بس والله ما بتوفي معي يا مدام، ما بتوفي. هلأ لا تعقد مسألة، لف لي إياها وقول لي مبروك، خلص لي بقى. صدقيني ما بقدر، ما بقدر مدام. وليش لحتى ما تقدر؟ لأنك جرمتيني بالسعر جرم. إيه ما جرمتك ولا شيء، يلا يلا لف لي إياها، يلا بقى. آسف يا مدام، أقل من 3 ملايين ليرة ما بقدر أبيعها. لك شو صاير لك اليوم دانيال؟ ليش متنح معي هالتتنيحة؟ مالي متنح يا مدام، بس بخسر إذا بعتها بهالسعر بخسر. فظيع أنت فظيع، شو عسير؟ خلص طيب، رح أدفع لك فيها 2,500,000 بس. مدام فهميني فهميني، الله يخلي لي إياكي، أنا ما بقدر بيعها بأنقص من 3 ملايين ولا بشكل. إذا بدك تخدمني بتقدر، بقى أفكر بالموضوع. والله ما بعرف شو بدي إليك. طيب رح ادفع 2,600,000 اوكي، واكثر من هيك ما بقى ادفعها، اصلا ميزانيتي ما عاد تسمح لي ادفع اكثر من هيك. طب ارتاحي انت يا عربي، ما اسال شريكي. يا جركاس جركاس مو مسوي دنيا، اعمل فنجانين قهوه الله يرضى عليك، عربي ما ابعت هالفاكس. يا لعين دفع بالالماسي السوداء مبلغ 2,600,000 ليرة سورية، فهل نبيعها؟ دانيال السعدي. منين الفاكس؟ من مسيو دانيال ما غيره. شو عم يقول؟ عم بيقول زهرة دفعت له 2,600,000 بالألماسة. ايه شو بدك تجاوبي؟ طبعا حسب الخطة ما بسمح له يبيعها بأقل من 3 ملايين. ايوة برافو. اسمح لي رح رد له جواب. خير، شو قال لك شريكك؟ مثل ما لي متوقع، ما قبل ولا بشكل، بده 3 ملايين ليرة على دوز بارا. شوف دانيال، بصراحة أنت وشريكك كتير غلطانين، وأنا عم قلك ها، بالنهاية ما حدا رح يندم غيرك أنت. خاطرك. طيب عدي شربي قهوة مدام، ليش استعجلتي؟ شرب أنت. طيب ليش العجلة على غفلة؟ عدي عدي شوي حتى ورجيكي أشياء تانية، يمكن أقدر أخصم لك. لا 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 لا، بخصم لك مدام ولا همي. لا دانيال إذا بدك، بعدين أنا ما نسيت قلك إنه عندي موعد مع السائق أبو وليد، يا الله جايب بضاعة بتطير العقل، أنا رايحة أشوفها، باي. يلا معي. مع السلامة. أبو وليد قال بقى إجازة مسيو دانيال. ولك يخرب بيتها شو قلنا حيواني، ضروري تسعر الألماسة بثلاث ملايين؟ إيش بهون المليونين وستمية؟ بيضرونا شي؟ جركاس جاوبني كخ يعني؟ إعليم الله إذا لقيت الحجر بالطريق ما بقيمه من أرضه، الألماسة قال. شو بده يكون موقفك لو اجى الفاكس بالموافقة على 2,600,000؟ منين بدك تدفعيلهم؟ ايش بعرفني؟ يمكن كنت تشرشحت شرشحة لأول ما لآخر. لا تخاف عليها، ما في أهون من إنه تلاقي لها سبب وتتملص منه. يعني مثلا كان ممكن إني أقول له نسياني دفتر الشيكات، رايح أجيبه وأرجع فورا. هذا وش الضيف. مرحبا دفتر الشيكات. بس برافو عليك يا زهرة، انت عملتي مثل ما انا بدي بالضبط. ايه وبعدين شو بدنا نساوي؟ هلأ اجا دورك يا رؤوف، بقى ورجينا شطارتك لنشوف. ولو مدام طربخاني، اخوك رؤوف بيعجبك،
عايشين بنفس البطن وشربانين نفس الحليب. بس منين جايبتي لنا كنية الطرمخاني هي؟ الصقل ممتاز والتشطيب رائع، يعني لا في انكسار ولا زوايا مدمجة، واللون نقي جدا والخامة خالية من الشوائب. باختصار هالألماسة هي نموذجية وحرام تتقطع، لازم تضل مثل ما هي شقفة واحدة. يعني شو ممكن ينعمل من هالألماسة برأيك؟ يا سيدي ممكن ينعمل منها خاتم رجالي أو يترصع فيها مطيف ألماس. معك حق، يعني الواحد بيقدر يتكيف فيها كيف ما بده. عفوا يعني ولو انه هذا السؤال حشري شوي. لا تفضل ولو. مصدر هالألماسة منين؟ اولا سؤالك مو حشري لانه من حق زبون يعرف المصدر والمنشأ. ثانيا هالألماسة هي مستخرجة من منجم فستادي لرامينتا بافريقيا، والترخيص لشركة طليانية. والواقع مثل هالألماسة ما في منا الا برقبة مرت المليونير مكاو زنزيري ورقبة إليزابيث تايلر، وفي رقبة ثالثة رقبة مين؟ والله ما عم بتذكر رقبة مين. بس ما تكون رقبتي. الله عليك يا أستاذ، شو دماتك خفاف. يا سيدي قديش حاطط لها سعر؟ كلمة واحدة ورغطاها. أنا ما بحب المفاصلة والمعالجة يا أستاذ رؤوف. 3 ملايين ليرة. شوف هي بتسوى، بس أنا الحقيقة وقت شفتها قلت يعني 2.5 مليون، ومن عندي 100 نرفعهم 100. معلش يا سيدي أنت الكريم ونحن منستاهل. يعني أبلان هيك؟ لا والله يا أستاذ مالي أبلان. لحلحة شوي يا مسيو دانيال، شوي من عندك شوي من عندي إلا ما نصل. آسف يا أستاذ ما بقدر منوب. وليش بقى؟ لأنه مرابحها معدومة. بعدين بيني وبينك يعني اللي بيدفع 2.6 مليون ما رح يعجز عن دفع 3 ملايين استاذ رؤوف. صحيح، بس الزبون بيتزاول اذا ما اخذ خصم، يعني بيسوب علي وخصم لي وانا رضيان، احسن ما تتمسك بالسعر وتجلدني فيه. ولك يا حبيبي خل الماسي قصتها قصه. خير شو قصتها؟ ايه انا بعرف، قال يلي بيعرف بيعرف ويلي ما بيعرف بيقول كف عدس. المهم هلا ما رح اتدخل بخصوصياتك، بعتقد انه 2.650 مليون مناح ما هيك؟ والله ما بعرف شي بمخوري بصراحة. طيب لحظة لأسأل شريكي. شو الحكي؟ بعرف انه المحل إلك وما إلك شريك مسيو دانيال. ايه صحيح، بس بالألماس السوداء إلي. لحظة شوي لو سمحت استاذ رؤوف. يا جركاس قهوة يلا ارضوا عليك. خير شوفي. للأسف شريكي ما قبل، بده 3 ملايين ما بينقصوا مليم. فعلا أمرك غريب أنت وشريكك، وأنا بصراحة مستعد أدفع 3 ملايين، مالي عاجز عن هالشي وما رح ينخرب بيتي بهالكمية ألف الزيادة اللي بدي أدفعهم. بس أنا غضيت النظر عن شراء الألماسة بسبب إهانتك يا مسيو دانيال لزباينك. معاذ الله، معاذ الله إني هي زبايني يا أستاذ. انت وجهت لي اهانه صريحه بهالتمسك السخيف بالسعر، وبصراحه انت مو ابن سوء يا استاذ. المثل بيقول لك اذا ما بدك تجوز بنتك غلي نقدها. عود استاذ مستأنسين، وين رايح؟ لسه القهوه ما شربتها. يلعن الشاي والقهوه ويلي بلاني هالبلوه، خاطرك انهز بدني. الله معك، مع السلامه استاذ. استاذ القهوه جاهزه مسيو دانيال. يلعن الشاي والقهوه على اللي بلاني هالبلوه، انهز بدني، خاطرك.
طيب وبلكي دانيال قال لك ادفع سعره وما رد على تعليمات صاحبة الألماسة؟ ما بيسترجي، لأن تعليمات الشقيقة صارمة وواضحة، وإلا بتعمل له كاني ماني. طيب أنت شو بدك تساوي؟ هاي صرتي باعتي له لدانيال 5 زباين ووصيتيهم كلياتهم يدفعوا له أقل من 3 ملايين. بدي أعرف شو ناوية تعملي. هلا أنتوا لعبتوا دواركم والله يكتر خيركم. هلا إجا دوري أنا، بس اتركوني بالأول نفخ لحتى أعرف فكر. صباح الخير مسيو دانيال. ها أهلين وسهلين مدام طرمخاني. أهلا وسهلا مرحبا. الحمد لله على السلامة. شو إمتى جيتي من اللاذقية؟ هلا هي وصلتي. الحمد لله على السلامة. شو كتير؟ إيه والله. شو تشربي، بارد ولا سخن؟ لا بارد، تسلم لي عينك. يا عيوني وراسي يا جركس. اثنين لمناطة بسرعة الله يرضى عليك. إيه مسيو دانيال شو صار معنا؟ والله يا مدام ما جابت أكثر من 2,650,000 ليرة ولا بشكل. لا وما شاء الله كان إجاني زباين إلها مثل زخ المطار. الله وكيلك، كل يوم والتاني يجيني زبون شكل وكلهم دفيعة. ها بس ما بعرف، حضرتك متمسكة بالسعر وبصراحة هاتي اللي تبحني تبح. خلينا منطقيين يا مسيو دانيال، ليش لحتى بيعها بخسارة؟ يا مدام يا مدام افهمي علي، الله يخلي لي اياكي. كلمة 3 ملايين على الناس تقيلة، وما حدا رح يدفع هالمبلغ، ونحن وصلنا لحيطان ال3 ملايين، بقى ليش بدك اياها على القبلة؟ سايرينا شوي. قسما بالله ما كنت مصدق اندفع فيها هالمبلغ ولا بالاحلام يا مدام طرمخاني. على كل حال ما صار شيء، اعطيني الالماسة وانا بحطها عند غيرك. وشكرا كثير. فصاعة شو انك عنيدة يا مدام طرمخاني. الله يرحم جوزك، شلون كان هيك يعني؟ شلون كان متحملني يعني، ما هيك؟ مو هذا القصد، بس ايه اعطيني الالماسة وخليني امشي. حاكم نازلة من اللاذقية لهون لحتى انهي امره. هذا اخر كلام عندك؟ مثل ما عم بقلك، ما عندي غير هالكلام. طيب مثل ما بدك، تفضل يا ستي. وهي الالماسة تبعك. شو هي؟ الالماسة. شو عم تحكي انت، عم تمزح معي؟ لا ما عم بمزح، انا عم بعطيك الالماسة. شلون يعني عم بمزح بقى؟ مشان الله لا تخفف دم، مو جعبالي اضحك، مشوبة كتير. انا ما عم حاول ضحكك يا مدام، انا عم بعطيك الالماسة تبعك. هلا هي بتسميها الماسة؟ يا ستي سميها مثل ما بدك كمان. مشان الله لا تضحكني، لا تخفف دم. ما بتضحكك يا مدام، هي بضاعتك ردت اليك وصلى الله وبارك. شوف مسيو دانيال، انت مسموعياتك كتير نظيفة بالسوق وصيتك عاطر بين الناس، بقى ليش بدك تسود صفحتك؟ ماني عارفانة. سود صفحتي؟ شلون يعني؟ هلا ما لقيت غيري تزعبر عليه؟ شو شايفني ريالتي شاطة ولا مجدوبة؟ ما عم بفهم عليكي. شو بدك بالضبط انت، فهميني مشان الله. هلا هذا الفاكس مو انت بعته؟ صح. هذا مو خطك؟ مزبوط. هذا مو توقيعك دانيال السعدي؟ صحيح. هذا الفاكس مو طالع من جهازك مثل ما هو مكتوب هون؟ ولك صحيح مزبوط. مبلا لوين بدك توصلي؟ طرمختيني. بقى معقولة الماسة باعترافك جابت 2,650,000؟ تقوم تعطيني شقفة حجرة سودة ما بتسوى فرنجين؟ شو شايفني على البركة ولا بدك تنصب علي؟ انصب عليكي؟ لا العفو، انت ما بتعملها لانه انت مالك نصاب، بس اكيد عم تمزح معي او حابب تعمل معي شي مقلب. ما عم بفهم يا جماعة، فهمي انسطم، تفكيري انشل. شو بدك مني بالضبط يا مدام؟ بدي الماسة اللي حققت 3 ملايين، يا اما اعطيني الماسة جديدة بنفس القيمة